ميليشيات الحوثية لفتح جبهة جريرة في الحشاء غرب الضالع، تتوغل المقاومة المشتركة في مريس باتجاه دمك وفي جبهات العود الثلاث باتجاه محافظة إب، فيما يبدو أنه توسيع لرقعة القتال في هذه المنطقة الاستراتيجية. من مريس شمالية مديرية قعطبة إلى حدودها مع مديرية الحشا غربا مرورا بالسلسلة الجبلية المحادة لمحافظة إب، تدور رحى معركة الضالع مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. أربع جبهات مفتوحة تتقدم فيها القوات المشتركة في معارك جبلية، تحاول هذه القوات إبقائها بعيدة عن التجمعات السكنية، غير أن ميليشيات الحوثي هاجمت قرى في العود بعيدة عن خطوط القتال ليتولى الحزام الأمني التصدي لها في قرين الفهد والطويف ويكبدها خسائر كبيرة. نحن ثابتين على الحق، موجودين هنا وفي تقدم دائم تمام، وفي ثبات وتقدم يعني مستمر، وإن شاء الله إن شاء الله أننا ثابتين على الحق لنصرة أخواننا ودحر الحوثي العميل الإيراني والوصول إلى الأب، ومن ثم بإذن الله الوصول إلى أسوار صنعاء. في مريس أسقطت القوات المشتركة بإسناد مقاتلات التحالف جبل وينان ومنطقة الزيلة، وقتلت 8 من الميليشيات مع قائدهم المدعو أبو حسين. وتحت الضغط العسكري لجأت ميليشيات الحوثي إلى تهديد الطريق الرابط بين الضالع وصنعاء بإطلاق النار على الشاحنات المارة فيه، علما أن هذا الطريق هو الشريان الوحيد الذي تصل عليه البضائع من ميناء عدن إلى صنعاء والمناطق الشمالية. صلاح بالأغبر، سكاي نيوز عربية، من منطقة العود شمالي الضالع.